السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أتلي مامون تاع حمران. وصفتنا اليوم كيك مولعجي بهاواي، كتجي غزالة بزاف لا في المذاق ولا في المنظر. كنحتاجو 3 ديال البيضات، 7 معالق ديال الحليب، 7 معالق ديال الزيت، ساشي ديال الفاني، خميرة ديال الحلوى هذه فيها 20 غرام، أو تعملو 3 ساشيات حمر، 7 معالق السكر، و 9 معالق حتى 10 معالق ديال الطحين. كنخدم السكر والبيض مزيان، ومن بعد كنزيد الحليب وكنزيد الزيت، كنخلط مزيان حتى كيتجي نسولي. من بعد كنبقى نزيد الطحين شويه بشويه، كنزيد الخميرة والفاني، كيف كتشوفوا لا تيكستور ديالها. انا دائما لي كيك ديالي كنخليهم خفافين. من بعد كنكبه في المول من بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالطحين، وكندخل الفران يكون بارد، كنشعله عليها من تحتي، ملي كتطيب كنشعله عليها من فوق يتحمر. ودابا غادي نوجد السيرو باش غادي نسقيو الكيك. عندنا كاس ديال هاواي ومعلقه كبيره ديال السكر، كنعملو فوق البوطه كيغليو غير واحد شويه، ملي كبدا يغلي كنطفيوه عليه كنخليوه كيبرد، ومن بعد ما كنخرجوا الكيك كتكون سخونه والسيرو بارد كنسقيوها بها. وهنايا من بعد ما بردت لي الكيك قلبتها في الطبسيل. كيف قلت لكم الكيك كتسقيوها ملي كتكون باقا في المول، بعدا قبل كتزعزعوا هذيك الكيك من بلاصتها تشوفوها ما لاصقاش وكلشي مزيان، عاد غادي تسقيوها وتخليوها حتى تشرب مزيان وتبرد، عاد قلبوها في الطبسيل. بالنسبه للحشوه فعملت 200 غرام ديال الشوكولا ذوبتها في بان ماغي، استعملت انا شوكولا اولي ديال نيسلي، وزدت له واحد دانيت ديال الشوكولا وبيرلي. صافي كنبقى نخلطها مزيان بحال هكا باش ما يبقاوليش ديك الكويورات ديال دانون. هاد الكريمه كتجي غزاله بزاف. صافي كنكبها كيف كتشوفوا، وكنحاول نقد لها الوجه ديالها باش ما يبقاوليش يجيني قاد مزيان، وكندخل الثلاجه تبرد. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، ناس وقتها بالفخيز. كيف كتشوفوا كتجي مزيونه بزاف، كتجي راقيه لا في المذاق ولا في المنظر. ديك المذاق ديال هاواي مع الكيك كيجي رائع بزاف. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.